ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الإغلاق الحكومي إلى هناك. كل هذا انخفض وهذا لم يحدث بالحظ، لقد عملت أنا على ذلك. طبعا هذا مثل اقتطاع الضرائب للناس. إذا حديث من الأشياء حدثت، وأيضا هناك 63% من النمو في قطاعة الوظائف. إذا الاقتصاد كما قلت أنا منذ أن جئت كانت الأسواق تصل إلى حوالي 30%، وطبعا مع كل التذبذبات التي حدثت، وكان هناك أيضا تلك المفاوضات التجارية الآن مع الصين والرئيس الشي بنفسه منخرط، وأنا أيضا نحن نتحدث على أعلى المستويات والمفاوضات جيدة جدا. وفي الوقت ذاته طبعا حصلنا على المليارات والمليارات من الدولارات من تسعيرات الضرائب على الصين. الأموال بدأت تعود إلينا وهذا يجعلني سعيدا جدا. أعتقد بأن علينا أن نبني جدارا حديديا بدلا من أن يكون هناك جدار إسمنتي. إذا كان لدينا قراءة مثمرة اليوم مع المتحدثة زعيمة مجلس النواب بيلوسي والسيد شومر أيضا رئيس الشيوخ مجلس الشيوخ، وطبعا أنا سعيد بعودة أو بإعادة فتح الحكومة، ولقد عينت فريقا مجموعة ستلتقي خلال عطلة الأسبوع لتحدد ما سنفعله بشأن الحدود. وأود أن أشكر أيضا الذين يعملون هناك حرس الحدود، لقد كان لديهم وقع على ليس فقط الديمقراطيين، لأنهم استطاعوا أن يشرحوا تماما ما هي المشكلة. إحدى المشكلات التي ذكرت لي كمثال هي مثلا المدخل، نقطة العبور. مثلا سنذهب أنا تشاك ونانسي وستيدي وديك توربن، طبعا نحن سنأمل أو آمل بأننا سنتفق بأننا سنجعل نقاط العبور قوية جدا وتتحمل عددا كبيرا من الأشخاص، وأيضا يكون هناك موظفون لديهم كل الوسائل والأدوات لمراقبة التهريب وغيرها. سنقوي حدودنا وسيكون لدينا أيضا أفضل الأدوات لإيجاد والعثور على المخدرات. لقد شرحت لهم بأن المشكلة هي يمكن أن يكون هناك نقاط عبور جميلة، ولكن هناك 2000 من الميل من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وإذا نظرتم ورأيتم كما نحن نرى بأنهم من خلال التكنولوجيا مثلا والكاميرات والطائرات ليس فقط الدرونز، سترون عددا كبيرا من السيارات تمر عبر الصحراء وتدخل حيث ليس هناك شباك قوي أو جدار. وهذا حدث قبل أسبوع، حيث تحدثت إلى زوجته، كان هناك موظف شرطي حيث أطلق عليه الرصاص لأنه أوقف شخصا دخل بطريقة غير مشروعة، أطلق عليه الرصاص وقتل. ولقد التقط صورة مع زوجته في بحفلة عيد الميلاد. لا نريد أن يحدث هذا، ولكن أنا فسرت وفسر لي لأن هناك إدراكا عاما، هناك كما قلت أو نقاط عبور تكون قوية، ثم يكون هناك جدار من اليمين واليسار من الغرب والشرق، ولكن لم نستطع أن نقيم كل الجدار. هؤلاء الأشخاص لديهم سيارات ومركبات وهم يهربون ويلتفون، إنهم لا يذهبون إلى ضباطنا ويعبرون من الأماكن القوية، إنهم لا يتوقفون، إنهم فقط يذهبون مباشرة إلى الأضعف الطرق غير المحروسة. هناك أميال وأميال وأميال من المناطق غير المحمية ويمكن أن تروهم، وحتى هناك أشخاص يمشون هناك وهذا طبعا خطر، وهم يأتون بأطفال، وحتى بالأسوأ يستعملون الأطفال.
الأطفال طبعا هم الذين طبعا يستفيدون أكثر مما نفعله. الأطفال هم الذين يتضررون. هؤلاء الأشخاص ما يفعلونه بأولئك الأطفال يظنون بأنهم بأطفالهم سيعبرون. نحن هم لا يأتون من نقاط العبور، إنهم يأتون إلى مناطق وفضاءات شاسعة كما فعل ذلك الشخص الفظيع الذي أطلق الرصاص على الشرطي. إنهم يأتون من تلك المناطق الشاسعة، وليس هناك أي علامات تقول المكسيك أو الولايات المتحدة أو نقطة تقول أو عبارة تقول دخلتم الولايات المتحدة. لقد شرحت هذا في الاجتماع مع نانسي بيلوسي وجاك شومر والعديد من الأشخاص الآخرين الذين حضروا الاجتماع، وقلت لهم أحد الأشياء التي حدثت هي تهريب البشر والتجار بالبشر، ربما هذا أسوأ شيء، حيث هناك متاجرون بالبشر لديهم ثلاث أو أربع نساء ويكممون أفواههن ويضعونهن في شاحنات، ثم لا يقودون عبر نقاط الحدود، حيث لدينا أشخاص ذوي كفاءات كبيرة وهناك محاربة وتيقظ وغيرها. إنهم يخرجون من الطريق ثم يقودون في الصحراء ثم يأخذون اليسار، وطبعا هو دائما اليسار وليس اليمين، لأنه في مناطق سان دييغو وكاليفورنيا عفوا بنينا جدرانا جديدة وحديدية وصلبة، وهم طلبوا منا السكان هناك ونحن فعلنا ذلك. قلت دعونا لا نفعل ذلك في كاليفورنيا لأنهم يفعلون ذلك ويشتكون من خلال محافظيهم هناك، يقولون طبعا نحن الشعب يقول نحن بحاجة إليها ولكن المحافظين لا يفعلون ذلك. وطبعا في سان دييغو الجدار فعال وعليكم أن تذهبوا إلى هناك وتروه، إنه رائع. طبعا هؤلاء المهربون والمتاجرون بالبشر يأخذون المنحى اليمين قبل أن يصلوا إلى نقطة العبور، ثم يصلون إلى الجدار، وحينما يصلون إلى ذلك الجدار ثم يذهبون إلى اليسار ومرحبا بكم في الولايات المتحدة. وماذا يفعلون؟ ما يفعلونه بالنساء وأحيانا الأطفال، يبيعونهم ويتاجرون بهم. أنتم لا تريدون أن تعرفوا هذا. إذن الطريقة الوحيدة هي بأن يكون هناك جدار حديدي صلب أو جدار إسمنتي، ولكن ينبغي أن يكون هناك جدار أو يكون هناك شيء آخر. طبعا الصلب ربما أغلى من الإسمنت، ولكن نحن نتحدث عن الصلب لأن هذا أقوى. وهناك طبعا أشخاص يقولون بأن هذا مكلف جدا، نحن قلنا 5 مليارات دولار، قلنا ذلك لأن هناك أرقام 1.6 3.2 3.5. نحن نتحدث عن الأمن القومي، لا نتحدث عن الألعاب، نتحدث عن الأمن القومي. كان ينبغي أن يفعل هذا من قبل كل الرؤساء الذين كانوا قبلي، وكلهم كانوا يعرفون ذلك. بعضهم قالوا لي بأنه كان ينبغي علينا أن نفعل ذلك، ولكن كما قلت تذكروا المخدرات والتجار بالبشر، المخدرات التي أغرقت بلادنا، إنها لا تمر عبر النقاط الحدودية. إنهم ماذا يفعل حينما يفعلون ذلك؟ ربما نقبض عليهم. حينما ننتهي والديمقراطيون يريدون هذا، يريدون نقاط عبور قوية، وأنا أريد ذلك أيضا. حوالي 400 مليون دولار سنخصصها لهذا، وسيكون لدينا أفضل الأدوات والوسائل في العالم. إذن لو لدينا هذه الحماية ولدينا نقاط مراقبة ونقاط حدودية قوية وآلات تمكننا من العثور على المخدرات، أنا أعرف بأنهم لا يمكن أن يعبروا من ذلك الجدار الحديدي أو يعبروا من طبعا من الجدار الإسمنتي، لأننا سنلتقي في عطلة الأسبوع. هناك مجموعة أنشأتها وسيقولون لنا من هم الخبراء والمحللون، وربما هم أشخاص في مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب من الرجال والنساء. لدينا ثلاثة، قلت أعطونا ثلاثة، قلت ابعثوا 9 أو 7 أو 6 أو 2 كما تشاءون، ولكن تعالوا. إذن حينما نفعل ذلك
وطبعا قالوا بأنهم لا يمكن أن يتقدموا الآن وعليهم أن يعودوا، وهذا طبعا سيوقف مسيرتنا. أولا لأنهم لا يمكن أنهم لأن أولئك الذين يأتون ويحاولون أن يعبروا لا يمكن أن يهربوا ويعبروا عبر الحدود، ثم يمكن أن يطلبوا اللجوء من نقاط حدودية، ويمكن أن يطلبوا أيضا يطالبوا بالجنسية، لأن الشركات التي طبعا خلقت هذه الوظائف أعداد كبيرة وتفوق الخيال. لا أعتقد بأن هناك واحد من عباقرة وول ستريت، وأنا لا أعرف الكثير منهم، ليس هناك واحد من عباقرة وول ستريت كان يتوقع شيئا كهذا بأنه سيتحقق، وليس هناك أي شخص رأيته كان يؤمن بهذا. الآن لدينا كل شيء جميل، لكن علينا أن يكون لدينا أمن في الحدود. إذن مشاهدينا، إذا قمنا ببناء كل الأشياء الحدودية ونبنيها هنا في الولايات المتحدة من قبل شركات حديد وصلب والتي أفلست أو توقفت عن العمل، أستطيع أن أسمي 10 شركات. انظر على ما يحدث في صناعة الحديد الصلب، كانت ميتة، نحتاج إلى الحديد الصلب للدفاع ونحتاج إلى الألومنيوم. هذه الصناعات كانت في ورطة، وصناعة الحديد تقريبا ميتة، ولكنها عادت إلى النشاط من جديد. ما سأفعله هو أن أطلب أولا من مايك بينس نائب الرئيس أن يقول شيئا، لأن مايك قمنا معه بإعداد فريق، وسيكون هناك مفاوضات حول الحدود وأشياء مختلفة لها علاقة بأمن الحدود بما فيها عند منافذ الحدود أو المنافذ الحدودية، وأعتقد أنهم سينجحون لأنني رأيت أن الديمقراطيين يريدون عمل شيء. إذن 5.6 مليار دولار، ولكن استطعنا بالإضافة إلى ذلك، لأننا ما نريد أن نعمله هو أن يتم العمل بشكل صحيح، ونحن نتفاوض على أسعار مفاوضات صعبة. هذه سمعتم 20 و25 مليار، ولكن ما حدث هو أنه عندما أنا أقول أن القرار قرار القاضي كان خاطئا، والرئيس أوباما عندما وقع على داكا بأمر التنفيذي أدلى ببيان، قال هذا سيعمل وسينجح. كان هذا that will be properly adjudicated because if it is talks will begin on larger immigration matters having to do with DACA. نتابع مشاهدينا الكرام، هذا جانب من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعقيبا على الإغلاق الحكومي الذي استمر ل12 يوما، حيث أشار الرئيس الأمريكي خلال كلمته إلى أنه اتفق مع رئيسة مجلس النواب على إنهاء الإغلاق الحكومي. أيضا أشار الرئيس الأمريكي خلال هذه الكلمة أنه يجب علينا بناء جدار حديدي مع المكسيك. جدير بذكر مشاهدينا الكرام أن هذه الكلمة هي الأولى بعد إعادة انعقاد الكونغرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ وبأغلبية بمجلس النواب للديمقراطيين.